هذا هو التقديم الاخر. عندنا الكرافات، الفلفله بالبيض. هذه الفلفله الحمراء كتجي زوينه بالبيض، احسن من الخضراء، حتى الخضراء كتجي مزيانه، ولكن هذه الحمراء حلوه كتجي زوينه. وعندنا القرعه بالبيض حتى هي، عندنا الكرافات بالثوم والمعدنوس، وهذا هو غداتنا. وعندنا شليضه، هذاك الشيء اللي كان موجود في الدار درنا فيها، الخاص، مطيشه، سوريز، الليمون، الخوخ، هاد الشاركوتري، وهذا الشيء اللي كاين. ان شاء الله تجربوا هاد الاطباق، يعجبوكم جربوهم، راهم كيجيو لذاذ ويجيو زوينين. الفينيغريت راني غير بالملح والخل والزيت، وهذه كذلك، واللي بغى يدير الحامض يدير في هاد الكرافات. وهذه هي طبقنا، كيجي لذيذ ويجي زوين، يجي ممتاز. هذا لا شليضه ولا هذا الخضر. ان شاء الله تجربوهم وانتم بخير وعلى خير، بالصحه والعافيه. السلام عليكم مشاهدي الكرام، قناه غداتي كل يوم كنحييكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم عندي هذا شويه ديال مقبلات ولا كما بغيتوا تسميوهم. هذه عندي القريعه هنايا، غادي نديرها مع الزبده، القريعه محكوكه خضراء، غادي نديرها مع نقليها شويه مع الزبده والزيت والبزار والملحه، وندير معها زوج البيضات. وهذه الفلفله غادي نصوبها بالملحه، غير الملحه، ما ندير لها لا بزار لا والو، غير الملحه، وكنقليها في الزيت البلديه، وكندير لها حتى هي البيض، كتجي زوينه. وهذا الكروفات بالثومه والمعدنوس وشويه الهريسه وزويته والزبده والبزار والملحه. واللي بغى يدير الحامض يقدر يدير الحامض. دابا درت شويه الزيت هنايا باش ندير الكروفات شويه، غادي ندير هنا شويه الزيت والزبده، حتى انا غادي ندير شويه الزبده، وباش نصاوب القرعه الثانية الفلفله. هنا غادي ندير الفلفله، هنا بالملحة، نزيد شوية الزبدة الكروفات، الحامضة، شوية الماء، ندير شوية القرعة والزبدة، ندير شوية ديال الزبدة وندير القرعة، الكروفات زدت لها شوية ديال الهريسة باش تجيني حارة وتجي زوينة، وغادي نحركها شوية، راها هي طايبة. زدت لها هي طايبة، غادي نزيد لها البيض.
ندير جوج بيضات في الكرعه حتى ندوق الجوشة ديال هذاك في الملحه في البزار، اذا كانت بنينه نزيد لها هذا البيض، البيض ندير له الملح وندير له البزار. صافي ما نطيبوش البيض بزاف، يكون هكذا باش تجي بنينه، ميجيش ناشف بزاف البيض. راك غالي دابا غادي ندير البيض لهذا القرعه، ندير له شويه ديال البزار، ندير له الملحه، شويه البيضات، طابت عقلت مغطيتها هي دغيا طيب. هاد القرعه هكا كتجي زوينه، ديروا لها الزبده وديروا لها زويته البلديه الا كانت، وما كانش حتى الزيت الاخرى اولا غير الزبده بوحدها، كل واحد والاستطاعه ديالو. خصها شويه الملح، راه جايه زوينه. غادي نزيدو لها البيض ونحركوها. ما نطيبوهاش حتى نشفو بزاف البيض، شويه باش يجي بنين ويجي زوين. هاد الفلفله وهاد القرعه راهم كيجيو رائعين، وحتى الكروفات وهذا الشيء اللي درتو اليوم بغيت نوريه لكم، ان شاء الله يعجبكم، ان شاء الله تجربوه وانتم فرحانين، غادي يعجبكم حيت كيجي بنين ويجي زوين وساهل ماشي واعر للخدمة. هذا هو البلا كروفيت، هذاك سوطي بالثومة والمعدنوس والقرعة بالبيض والفلفلة مقلية بالبيض. هذا المقادير ديالهم عندي غير الملح والبزار في الكروفيت، الملح والبزار في القرعة والملحة في الفلفلة، الفلفلة ما كنديرو لهاش رقامة. وعندي هذه شليضه اللي صابتها من هذا الشيء اللي كان في الدار، شليضه فيها الخس، فيها الخوخ، فيها الليمون، فيها هذا الشاركوتري، فيها الخيار، وهذا هو اللي وجدته بغيت نشارككم باش تشوفوا هذا الشيء اللي درتو، ربما تجربوه راه كيجي زوين ويجي جديد وماشي واعر في التحضير، ربع ساعة ولا تكونوا مصابين هادشي. هذا هو الطبق ديالنا من حنا قدمناه.